السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جونيور 2؟ اخباركم ايه؟ معاكم النهاردة ميس نسمة مصطفى تحت اشراف الاستاذة اميمة عبد الحكيم. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة بيكلمنا عن ايه. عنوان درسنا النهاردة ظرف الزمان. ايه ظرف ده ميس؟ اللي هو الظرف اللي هو الجواب اللي انا كده بحط جواه الجواب. لا، ظرف الزمان هو اسم يبين زمان حدوث الفعل. خلي بالك، الظرف هو اسم وزمان عشان بيبين لي الوقت او الزمن اللي حصل فيه الفعل. طيب هناخد مع بعض امثلة عشان نفهم اكتر يعني ايه الكلام ده. في كلمات كده قدامي، الكلمات دي بتبقى ظرف زمان. زي ايه؟ زي ليلا، نهارا، صباحا، مساء، شتاء، صيفا، ربيعا، خريفا، فجرا، يوما، ساعة، سنة، الآن، ظهرا، عصرا، مغربا، عشاء، أمسى، غدا. واخدين بالكم الكلمات دي؟ الكلمات دي مالها؟ الكلمات دي هل هي اسماء ولا افعال؟ لا يا ميس، هي اسماء. برافو، لانها كمان منونه، تنوين بالفتح. برافو عليكم. وطبعا احنا عارفين ان من علامات الاسم ان هو بيكون منون. طيب في نفس الوقت الكلمات دي بتدل على زمن او وقت معين. يعني انا لما اقول ليلا معناها بالليل، نهارا، صباحا، مساء، شتاء اللي هو فصل الشتاء، صيفا فصل الصيف، وربيعا وخريفا كذلك اللي هي فصول السنه الاربعه، فجرا يعني وقت الفجر، يوما يعني النهارده او يوما ما، ساعه، سنه في سنه ما، الان يعني دلوقتي انا بعمل الحاجه دي دلوقتي، ظهرا وقت الظهر، عصرا وقت العصر، مغربا، عشاء وقت المغرب وقت العشاء، امس يعني امبارح، غدا يعني بكره. فاذا الكلمات اللي قدامي دي بقول عليها ظرف زمان. الكلمات اللي قدامي دي بقول عليها ايه؟ ظرف زمان، وبتبقى منونه بالفتح وبتبقى اسماء. اذا ظرف الزمان هو اسم بيبين الوقت اللي حصل فيه الفعل. تعالوا مع بعض نشوف امثله عشان نفهم اكتر. اول مثال معانا، تسقط الامطار شتاء. يعني هو بيقول لي ان الامطار دي بتسقط امتى، يعني الدنيا بتمطر امتى، الدنيا بتشتي امتى، شتاء. شتاء يعني فصل الشتاء. شتاء دي بتدل على وقت. اذا الكلمه دي ظرف زمان. المثال الثاني، ترتفع درجه الحراره صيفا. بيقول لي خلي بالك ان درجه الحراره بترتفع، يعني بيبقى الجو حر امتى، صيفا. اذا صيفا دي ظرف زمان زي ما احنا شايفين كده، وهي منونه بتنوين بالفتح. عاد أبي من العمل إمتى؟ مساء. يبقى مساء دي ظرف زمان، اسم بيدل على الوقت اللي رجع فيه بابا من الشغل. بابا رجع إمتى؟ مساء. المثال بعد كده، أذهب إلى المدرسة إمتى؟ صباحا. صباحا دي ظرف زمان، بتوضح لي الوقت اللي أنا بروح فيه المدرسة. معايا قوي بقى هنا في الكلام ده، كلام مهم جدا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان هناك كلمات تصلح ان تكون ظرف زمان او ظرف مكان. احنا قبل كده شرحنا مع بعض ظرف المكان، قلنا برضو هو اسم بس ايه، بيبين مكان حدوث الفعل. وقلنا ظرف الزمان برضو اسم بس بيبين زمان او وقت حدوث الفعل. بيقول لي بقى خلي بالك، عشان في كلمات ينفع انها تبقى ظرف زمان او ظرف مكان. ايه ده؟ ازاي يا ميس؟ طب انا هعرفهم ازاي او هفرق بينهم ازاي؟ وذلك على حسب سياق الجملة، على حسب معنى الجملة انت هتقدر توضح الكلمة دي ظرف زمان ولا ظرف مكان. فاكرين اللي هي المعاني المتعددة؟ لما بيجيب لي نفس الكلمة في جملتين مختلفين ويقول لي حدد معناها، دي زيها بالظبط. من قراءتك للجملة هتقدر تحدد الاسم اللي قدامك ده هو ظرف زمان ولا ظرف مكان. بالأمثلة هتوضح أكتر. تعالوا الأول نشوف إيه الكلمات اللي فيها شك، هي زمان ولا مكان. تعالوا كده نشوف الكلمات دي. بعد وقبل وبين وعند ووسط. الكلمات دي
حتى بصوا انتوا شايفينها قدامكم ايه، مش باينه هي زمان ولا مكان. امال هتبان امتى؟ هتبان لما تجيلي في جمله، عشان كده لازم اخد بالي كويس قوي وانا بقرا الجمله عشان اقدر اقول له هو ده ظرف زمان ولا ظرف مكان. الكلمات تاني مع بعض: بعد، قبل، بين، عند، وسط. تعال نشوف الامثله كده مع بعض. بصوا: اذهب الى النادي بعد المذاكره. تمام كده. تعال نشوف الجمله الثانيه: سازور جدتي بعد المغربي. في المثال الاولاني بعد هنا ظرف ايه، زمان ولا مكان؟ مكان، عشان بيقول لي انا هذهب الى النادي بعد المذاكره، بعد ما اخلص مذاكره هروح النادي. لكن هنا انا هزور جدتي بعد المغرب، يعني بعد ما المغرب ياذن انا هزور جدتي. ده وقت، ده وقت، فده وقت ظرف زمان. لكن الثانيه اذهب الى النادي بعد ما مذاكر، انا بعد ما اخلص مذاكره هروح النادي، يبقى ده مكان. المثال اللي بعد كده: اغسل اسناني قبل النوم. الثانيه: بيتي قبل المدرسه. تاني: اغسل اسناني قبل النوم. النوم ده وقت، معروف ان الناس بتنام بالليل، يبقى قبل دي ايه، زمان ولا مكان؟ زمان. بيتي اللي هو منزلي، يعني البيت اللي انا ساكن فيه، قبل المدرسه. ده مكان، بيتي ده قبل المدرسه، ده مكان. المثال اللي بعد كده: تعطلت السيارة وسط الطريق. زرت عمي وسط النهار. السيارة تعطلت فين؟ وسط الطريق. يبقى ده ايه؟ يبقى ده مكان. لكن انا هزور عمي او زرت عمي وسط النهار، يعني الفترة اللي هي وسط النهار دي اللي هي الظهر او العصر، انا زرت عمي وسط النهار. يبقى النهار ده ايه؟ النهار ده، برافو عليكم، النهار ده زمان. يبقى وسط دي ظرف زمان. لكن في المثال رقم 5 تعطلت السيارة وسط الطريق، ده كان مكان، الطريق ده مكان، يبقى دي كانت مكان. احنا كده خدنا النهاردة مع بعض ظرف الزمان، عرفنا ان هو اسم بيبين زمان حدوث الفعل، وخدنا امثلة عليه، وخدنا الكلمات اللي بتيجي ظرف زمان، وخدنا الكلمات اللي ان تصلح انها تبقى ظرف زمان او ظرف مكان، وده بيتوقف على الكلمة في الجملة معناها ايه، زمان ولا مكان. عشان كده نقرأ الكلمات او نقرأ الجمل كويس جدا عشان نحدد الكلمة فيها دي ظرف زمان او مكان. والكلمات كمان اللي بتيجي ظرف زمان او ظرف مكان هي الكلمات اللي قدامي دي: بعد، وقبل، وبين، وعند، ووسط. لكن بقية الكلمات هي واضحة انها بتيجي ثابته زمان او مكان، لكن هي الموجوده عندي دول الخمس كلمات الموجودين قدامي دول، هم دول اللي لازم اخد بالي منهم عشان ممكن يجوا زمان وممكن يجوا مكان. يلا بينا كده مع بعض نشوف التدريبات. ضع ظرف زمان مناسب. ضع ظرف زمان مناسب. يذهب الفلاح إلى الحقل نقط ويعود نقط. خلي بالك عايزني أحط في النقط ظرف زمان، يعني اسم منصوب بيدل على زمن. يذهب الفلاح إلى الحقل إمتى؟ برافو، صباحا. ويعود إمتى؟ بيرجع إمتى؟ عصرا، ظهرا، مساء، ليلا، مغربا، عشاء، كل ده صح. المهم اسم بيدل على الزمن، واكتبه بالشكل ده تنوين بالفتح. المثال اللي بعد كده: ارتدي الملابس الثقيلة نقط والملابس الخفيفة نقط. احنا بنلبس الملابس التقيلة، الجاكيت والبلوفر والكلام ده كله، امتى؟ في فصل ايه؟ برافو، في فصل الشتاء، اللي هو شتاء، لازم اكتبها كده منونة بالفتح. والملابس الخفيفة امتى؟ صيفا، برافو عليكم. اتناول طعام العشاء امتى؟ امتى باكل، بتعشى امتى؟ الصبح، برافو. مساء، طب لو حد قال لي ليلا، صح، برافو عليكم. اذهب الى الشاطئ، بنروح الشاطئ امتى؟ في الشتاء، لا، صيفا، برافو عليكم. يبقى هو هنا كان عايز ان انا احط له ظرف زمان مناسب مكان النقط، فانا لازم اقرا الجمل كويس
جدا عشان احط الظرف المناسب ويطلع صح، والظرف بيبقى اسم منصوب بيبين الزمن. بيقول لي ايه؟ اكمل بما هو مطلوب. جايب لي كده اسئلة فاضية وعايزني اكمل باللي هو طالبه مني. اول سؤال معايا اذهب الى المدرسة نقط، وجايب لي بين القوسين بيقول لي ايه؟ ضع ظرف زمان. يبقى انا على النقط دي هحط ايه؟ ظرف زمان. اذهب الى المدرسة امتى؟ صباحا. برافو. تاني حاجة معايا، لا نقط صوتك وانت تتحدث، وعايزني احط فعل مضارع. خلي بالكو مش معنى ان هو في اول واحده جاب عايز ان انا احط ظرف زمان يبقى عايزني في كله احط ظرف زمان، لا ممكن تختلف زي اللي قدامنا كده. لا ايه؟ لا ترفع صوتك وانت تتحدث. المثال اللي بعد كده، نقط تعيش واعمل لي علامه استفهام، فبيقول لي في مدينه القاهره، وعايزني احط في النقط ايه؟ اداه استفهام. طب اقرأ الإجابة كويس عشان تحدد هتحط أنه أداة. في مدينة القاهرة نقط تعيش، ده مكان، مين الأداة اللي بتيجي مع المكان؟ برافو. أين؟ أين تعيش؟ بعد كده، لا تكتب على الجدران. أسلوب إيه؟ بيقول لي حدد نوع الأسلوب. لا تكتب على الجدران أسلوب إيه؟ برافو، نهي. يبقى خلي بالنا نقرأ رأس السؤال عشان نعرف هو عايز ايه بالظبط. انا كنت سعيدة جدا النهاردة معاكم يا جونيور 3. النهاردة اخدنا مع بعض ظرف الزمان، وقلنا هو اسم بيبين زمان حدوث الفعل، وفي كلمات بتدل على الزمان. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في درس جديد.